صوتك بدون مزن، شو جيت تقرا؟ يا صور، اكو طالب يقرا على صور؟ صور ايش اللي تقرا عليه؟ كم درجه فصلت عليه 40 درجه، لك ورقه الاسئله بها ست اسئله، بها ست اسئله، 1 2 3 4 5 6، اربعه منهم بهن عرب. يقول صور. أربعة من عندهن بيهن هذا الفصل، يعني أنت من تطلع على أربعة ثلاث سؤال ولا بدون حين بفصل ثالث. إذا أنت لا تدري. يستفتح لك الأسئلة بالفصل الثالث. ويجي يقول لي والله شو تقرا عن صور؟ أنا شفت شيء هذا. غير الدرجات السحق الزبالة. يابا على شنو؟ يعني أصل تقصير بطل الثاني ما فهم. ماشي، هذا يتفهم عليه. نبي آني مثلا يبطل. زين انت اللي مبطل وراح امي ومخلص منك، لو انت اللي جاي تقرا وانت سابق قاعد بالبيوت، هاي مصيبه. لك يوتيوب حتى اليوتيوب هسه هذا عمي هذا شنو خلاني شعوب؟ عوب؟ لك عمي الناس على اليوتيوب تطلع ميات مو علي على غير واحد. هسه انت هم دافعت من 100,000 وهم جاي بالبرد وبالحر وكراوي واهلك تعبانين وتجيني هاي درجات السحب التعبانه الجايبين ميات وتسعينات هواي موجودين وهاي وهذا ما يمتحن حضره جنابه ولا جاي اصلا ولا مفكر يجي يقول استاذ تعال امتحني. اذا افرض انا غلست ما امتحنت مو خوش عادي انا اغلس مو خوش عادي لان انا ما امتحن طالب مقصر ما تمتحني. ما تجي تقول استاذ تعال انت صار لك اسبوع انا شو ما قلت تعال الحين نمتحن، شنو انت ناوي تغلس على الامتحان؟ تعال حاسبني في اليوم. طالب تركب وراه تعال امتحن، تركب وراه انت. وغيرك يركب ورا المدرسين يمتحن، وانا طالب اركب وراه، ليش؟ مخلي لك كادر يصحح حالي 12 واحد تدري انت لو ما تدري اربع مساعدات والبقيه مساعدين ما تشوفهم اصلا انت وكلهم اختصاص جاي لك انا طالب يصحح لك الوحيد اللي انا ما مشغل طالب تدري انت تدري انا الوحيد اللي ما مشغل طالب وياي يصحح اقول هذا ذمه برقبة الطالب حتى من يصحح يصحح حطوا درس تضيج يجيب له طريقه ثانيه يحل حل خطا وهاي النتيجه.